ليش واقف يا طيار؟ يلا أوسو. لك أوسو. لا بأعرافنا مو صح نقوس رجال وهو داير لنا ظهر أويغار، لأنه هذا الشي بيعملوه الناس الجبناء بس. منشان هيك خلينا نشوف وشك. قلتلك ورجيني وشك وإلا بتندم. إذا كنت عن جد حابب تشوف وشي تعال وقف قدامي أنت. لا تخليه يحكي كتير يا طيار، قلت له وخلصني. الله يا طيار، هي انت واقف بوشه، قلت له خلصني. يلا قلي مين بتكون؟ ها؟ قلي اي نوع من الرجال انت؟ صروف البنت وخلينا نحكي وش لوش. أي بنت؟ أويغار؟ لك هاي البنت مين بتكون؟ خلاص أنا بخبرك بعدين مين بتكون. أنت خلص لي على هالندل بالأول. طيب شو ليش خايف؟ ها؟ خايف مني؟ شو عم يصير؟ تعال! سيف ده؟ وين سيف ده؟ بسرعة سيف ده انخطفت! من هون مين بيكون هذا الرجال؟ هذا بعينته بيشوف بالعتمة. يلا تحرك. يلا يلا اركبي بالسيارة. انت منصاب، شو رح تعمل؟ لا جرح صغير. طيب خليني ساعدك. لا لا أثر دم قوصته. جرحك عم ينزف.
ليكن عم يهربوا. زفتة بالسيارة. أويكار يلا تعال معي وهن رح يلحقونا بسيارتك. تحركوا يلا 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 بسرعة بسرعة. شو ساوي؟ اهدي. أويغار شو هالورطة يلي متورط فيها؟ اللي مين هذا الرجال؟ لك ويكون مين ما يكون؟ أنا من هنيك قلت لك أوصه، ليه ما وصلت عليه؟ اوعك الزام حدودك أويغار. ولك انت شو مفكرني ولا شو انا قاتل مأجور عندك؟ يعني انت بتقول قوس وانا بقوس؟ شو نسيت انك مديون الي بحياتك؟ قلت لي انه ايمتى ما طلبتك رح تجي لعندي فورا. ايه وانا اجيت. أويغار انت شفته بعينك لهذا الزلمة طفى الاضوية وهاجمنا بالعتمة لما كنا محاصرينه. لك هذا مثل الخفاش؟ ليك أويغار هذا الرجال ماله رجال عادي ابدا، فدير بالك منه. مزبوط فيدات؟ ماله عادي بنوب. ها طيب ومين هاي البنت أويغار؟ ها احكي. قصدك زيفدا؟ زيفدا هي حبيبتي. حبيبتك؟ ايه حبيبتي. ايه بس ما كان مبين الموضوع هيك لانه البنت هربت معه بارادتها. لك انت ما بتعرف شيء ابدا عن هالموضوع. هذا الزلمه هددها انه رح يقتل كل عيلتها. شو بدك اياها تساوي؟ مشان هيك اجت لعندي. ما قدرت احميها، ما قدرت احمي البنت اللي بحبها. انت بتعرف هذا الزلمه شو ممكن يعمل لها هلا؟ هالزلمه ممكن يموتها ولهيك قلت لك اقتله. عن جد عديم الشرف، هذا الزلمه ما فيه اخلاق. ولك دعاس بنزين فيدات، خلينا نستعجل لنلحق هالخفاش ونخلص عليه. يلا استعجل بقى. واحد مثل هاد مستحيل خليه يهرب من بين ايدي. شو ما عمل ولك دعاس بنزين فيدات. ايدك عم تنزف، لازم نروح على المشفى. لا ما رح نروح على المشفى، هيك رح يلاقونا. مين؟ أمي. ما تردي عليها؟ وشو إلا؟ إلا أنه في مسلحين لاحقيني؟ إلا عن هالحظ. شو صار؟ ليش وقفت؟ الإشارة. الله يلعن هالحظ، الله يلعن هالحظ. وهي وصلنا لعنده. يلا انزلوا. إيه يلا. خبوا سلاحكم، لا تلفتوا نظر. يلا 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 يلا. هدول جايين. وقفي، ما حدا حيفتح لنا الطريق اذا زمرنا. في تاب بتابلو السيارة اعطيني اياه. وشو حتعمل فيه؟ لا تسأليني واعملي اللي بقلك عليه. يلا ما في وقت. طيب ما رح اسأل ورح ضل هادي. انت بتأمر، رح ضل هادي. ليكن اجوا رح يوصلوا. شو اللي عم تعمله هلا؟ ايه الله يخليك، قول شو اللي عم تعمله. اهدي شوي. لسه بيقلي اهدي رح نموت. هدول قربوا، شو بدنا نعمل؟ بدنا نضل قاعدين هيك لحتى يوصلوا؟ يلا رح يوصلوا، رح يوصلوا لعنا. شو نعمل؟ مش الحال. فيدات شو اللي صار؟ شكل الإشارة منزوعة. خدي هاد وعملي اللي بقوله. عم يهرب. شلون هيك؟ فيدات شو اللي عم يصير؟ بسرعة. يلا يلا بسرعة بسرعة. شو أعمل بهاد؟ لما بلك هلأ بتكبسي الزر اللي من تحت على اليمين. تمام. هلأ كبسته.
شو عم يصير؟ هذا غير الإشارة، لعب بالعداد تبع لحتى يهرب. كيف عمل هيك؟ هذا الشيء مستحيل. هذا الرجال تبع العتمة طلع كمان بيتحكم بالضوء. مين هالرجال؟ كيف هيك؟ شو هادي اللي عملته؟ انت اللي عملتيها. انا ما عملت شي، انت قلت لي كبسي. يلا قلي شو هادي اللي عملته. عادي، القصة مالها صعبة. اشارات المرور مربوطة بشبكة ونحن اخترقناها. وشلون قدرت تعمل هيك؟ فيك تقولي بعرف شوي بالبرمجة. يلا رجعي على التابلو. أنا ما عم بفهم، شو هذا اللي صار؟ الرجال هرب من إيدنا وضحك علينا. وأنا كمان في شغلات ما قدرت أفهمها. خليك ماشي باتجاه الساحل فيدات. شو عم يصير؟ نزيل أخي أويغار، نزيل، نحن لازم نحكي مع بعض. لما بتصير شغلات بتشوش لي راسي لازم فكر بهدوء، عم تفهم؟ يلا. يلا قلي لشوف أويغار، مين هالزلمة؟ وشو هي مشكلته معك؟ وليش خطف حبيبتك بهالطريقة؟ وكمان بدك تفهمني ليش هدد عيلة البنت وبده يقتلن؟ احكي كل شي لأعرف شو أعمل. صدقني أنا ما بعرف شي عن هالرجال بنوب، بعرف بس اسمه علي. وبيقولوا انه شيخ. قلت شيخ؟ ايه. سمعت شو قال فيدات؟ ها؟ قال الزلمة طلع شيخ. سمعت يا معلم؟ شيخ، شيخ، شيخ علي. ضربت كل هالرجال بالعتمة ومانك خايف؟ طيب ممكن تكون تلعب كاراتيه، بس مو هون القصة. كيف قدرت تخترق إشارة المرور؟ ما عم بفهم، في شيخ بيعمل هيك؟ يمكن لأنه بالأساس مو شيخ. أنت إنسان غامض، دايماً الناس الكتومين بيكون عندهم شغلات ما حدا بيعرفها. ايه شو عندك ميزات تانية؟ بصراحة أنا ما عدت فهمت، لأنه ما دخلك بهالشي. صدقني ما عدت فهمت شي بنو، يعني معلم بالقتال وشوفير مرتب وكمان شيخ وفوق هيك هكر. عرفت عنك 5 مهارات لحد هلا. 4. اه؟ اللي قلتيهم 4. بس أكيد عندك مهارات تانية، بلكي بتقلي عليهم من هلأ. عم توجعك مو؟ لا عادي. ليك ابني، أنت متأكد إنه هذا الشيخ يلي عم ندور عليه نفسه؟ إيه هو بذاته، الاسم والعنوان هن نفسهم. لك شو هالقصة هي؟ أويغار، إذا كنت بتعرف أي شي تاني عن هالرجال اللي يا بسرعة ولا تعلل لي قلبي منشان نعرف شو نتصرف. أنا قلت لك إنه ما بعرف عنه شغلات كتير، بس اللي بعرفه إنه هو كان متورط بشغلات من قبل، بس عم يقولوا ما عاد قرب على هالشغلات الغلط وتاب. يعني ما شاء الله كل هيك وتاب. كوكسال. ايه كوكسال. الو سيد أويغار، بدي اسألك بتعرف شي عن سيفدا؟ اما عم تدقلك اللي شوي وما عم بترد، لهيك قلقنا عليها.
سيف ده مخطوفة يا كوكسان. مخطوفة؟ كوكسان، كوكسان شو عم تقول؟ مين خطف بنتي؟ مين اللي خطفها؟ واحد ساكن بنفس حارة توجي. بس لا تقلق، أنا رح لاقيها، رح لاقي سيف ده، رح خلصها من بين إيدين هداك المجرم. كوكسان، كوكسان شو؟ فهمني شو اللي عم يصير؟ كوكسان، كوكسان مشان الله فهمني. شو نعمل معلم؟ شو نعمل يعني؟ رح نلاقي هداك الرجال، رح نلاقيه، وبعد هيك أنا بعرف منيح شو اللي بدي ساويه معه. يلا نمشي. علي نحن وين رايحين هلا؟ اصبري رح نوصل تقريبا عنيسة سيف ده. ليك أنا قلت لك علي. ما فهمت. يعني فيك تناديلي سيف ده بدون أنسة. صار لازم نشيل هالألقاب مو؟ بس هالشي ما بيناسبك شيخي. طيب ماشي، اتفقنا. خلص بلا ألقاب. شو صار؟ ما بعرف، رح شوف. شو صار؟ تعطلت مو؟ هاي السيارة أحيانا بتتدلل. تتدلل؟ ايه. هلا صار لازم نقنع انه تكمل فينا الطريق. تعرف تصلح سيارات مو؟ يعني. يا سلام، وهي شفت مهارة خامسة اليوم. ما قلت لك؟ طيب بدك ساعدك؟ ما في داعي، شكرا. شو صار؟ مو حد ساعديني؟ أنا جيت. أي نعم. في بصندوق السيارة شنطاية تعدي، جيبي لي إياها. أها، رح جيبها. علي كأنه هون في ذئب. الشنطة. تعطيني الشنطة؟ ايه خدها. عادي بالسيارة، الذئب ما بيفوت عليها. ما بيقدر يفوت؟ طيب. منيح اللي قلت لي انه الذئب ما بيقدر يفوت لهون، ما خطر ببالي هاد الشي. شو صار؟ رح تشتغل هلا؟ ايه شو هالشي؟ وسختي اوعيكي وانتي عم بتقتلي الذئاب هون.
ما قلتي لي كم واحد موتتي؟ يعني كم إصابة بيناتهم؟ اطلع على حالك. نعم؟ ليك وشك وعيونك، زيت سيارة وشحم. لا، لتحت شوي. راحوا؟ وقف وقف، أنا رح أمسحه. شو اللي صار؟ وأنا بجورة على الأغلب. لا، مطب صغير على الطريق، بس شكله هالمطب منيحة. الراديو اللي ما كان عم يشتغل اشتغل. النزف يلي بإيدك كل ماله عم بيزيد، لازم نروح على المشفى. ليش مصر ما تروح؟ أنا بخير، وقربنا نوصل. شو قربنا نوصل؟ أكيد نحن ماشيين بالطريق الغلط. ما في ولا بيت هون. ليه؟ لا قدام شوي، أنت بس اصبري وما عليك. مين بيعيش على هذا الجبل؟ ليش ما بتقلي نحن لوين رايحين؟ لعن بابا توغرول. بابا توغرول؟ مين هالزلمة؟ يلي علمني كل شي بعرفه بدار الأيتام. رح نوصل من على اليمين. مين هذا يلي إجا؟ أنا بابا توغرول. علي؟ هذا أنت علي؟ إيه بابا، وفي معي ضيف. مين هو ضيفك يا ابني؟ أنا سيف ده. أهلين يا بنتي. أهلين عمو. بابا هذا دم يا ابني، انت عم تنزف؟ ايه، ساعدنا عمو، هو عم ينزف كتير. علي؟ علي شو صاير معك؟ لا ما في شي مهم بابا، هذا خدش صغير بس. خلونا نفوت لجوا. ليش اجينا له؟ هذا الرجال ما بيشوف، كيف بده يداويك؟ بابا توغرول بيشوف بايديه مو بعيونه. علمني كيف شوف بالعتمة. فلا تقلقي، يلا. استنى، خليني شلحك هدول. ليكو رح يطلع. يلا. آه يا ابني، شو رجعت لشغلك القديم؟ أنو شغل هاد؟ ما في شي، هو قصده أني رجعت أجرح حالي. صح بابا توغرول؟
كل هاد بسببي، أنا السبب اللي صار. عم تقولي بسببك؟ رح تخبرني شو هذا يلي صار معك ولا لا؟ لا بابا، هي ما لها علاقة بنوب. اللي صار كان رح يصير. بخبرك بكل شي بعدين، ليش أنا سبق وخبيت شي عنك. بس أول خلينا نشوف شو اللي صار بالجرح. بنتي جيبي قطعة قماش نظيفة من جوا وسخني مي وخليها تغلي منيح. تمام. إذا أمك اللي عم تتصل ردي عليها، حرام بتكون كتير قلقانة عليكي. أنت ليش عم تتدخل؟ أنا قلت لك اتصل بمرتك لأنه ابنك عم يسأل عنك، أو احكي معهم شي. ما قلت لها؟ ما بتعرف شو اللي عم بيخبوا عني؟ مين هي البنت يا ابني؟ في واحد معتدي عليها وهربت منه واجت لعندي على البيت. هذا الموضوع. المشاكل كلها بتدور عليك وبتلاقيك يا ابني. شو بدنا نعمل يا بابا؟ مو انت اللي قلت لي من سنين انه المشاكل حتضل ترافقك وراح تكون لعنة عليها؟ آخر مرة حملت سلاح على يلي قتلوا ابنك، ويوميتها كنت حامله لحتى تنتقم. هاد ابنك يلي بالصورة شيخي؟ حلو كتير. ألو أمي؟ سيفدا حبيبتي. بنتي قليلي وينك أنتي يا بنتي؟ قليلي أمي بترجاكي لا تبكي. وين البنت؟ وين خيرية؟ حبيبتي بنتي وينك أنتي؟ مين هذا اللي خطفك؟ أمي أنتي شو عم تقولي؟ ما حدا خطفني ابنه. مين اللي خطفه؟ سيفدا اسمعيني. يلا خبريني الحقيقة. السيد أويغار قال إنه في واحد ساكن بحارة توجي خطفك. هذا الأسخ عم بيكذب، أصلاً هو اللي خطفني. والشيخ علي أنقذني. هو لطيف كتير أمي، خاطر بحياته مشاني. هو منصاب وأنا هلأ موجودة معه. ليش؟ ليش؟ ليش السيد أويغار كان عم يكذب علينا؟ شو إله مصلحة؟ لأنه واحد وسخ وقذر أمي. ليكي سيفدا، أنا وأبوكي رح نجي ناخدك فوراً. يلا قليلي أنتي وين؟ قليلي بسرعة وين أنتي؟ لا أمي ما تجو، أنا رح أجي. سيفدا ليكي، سينان خبرنا بكل شي حبيبتي. أبوكي ندمان على اللي سوا، بترجاك يرجعي على البيت. أمي سينان منيح؟ ايه هو منيح بخير، لا تكلم. متسطح بغرفته وندمان كتير على اللي صار. قال هو ورطك بالموضوع؟ نحن عم نستناكي امي، لا تطولي علينا. تمام منحكي امي، انا منيحة، حاكيكي بعدين. انا سألية وين هي؟ سألية سكرت. اوف
كوكسال؟ السيد أويغار كذب علينا، هداك الرجال ما خطف سيفدا. لحظة خيرية، نحن لسه لهلا ما بنعرف مين عم يقول الحقيقة. كوكسال، بدك يانا نكذب بنتنا ونصدق هداك الرجال؟ لا توقفي ضدي بكل كلمة بحكيها، ما نحن أساسا ما بنعرف سيفدا وينها، بجوز هي وضع صعب ولهيك قالت هالحكي. يلا اتصلي فيها مرة تانية واسأليها وينها بالضبط. هلا سألتها. اسأليها مرة تانية ما حيصير شي. طيب ما عم ترد على التليفون. يا الله شو هذا اللي عم يصير معنا؟ نحن بشو أذنبنا يا رب؟ مو انتو خيرية، مو انتو اللي أذنبتو. سينان حبيبي وين رايح؟ رايح لاقي اختي امي. وقف حبيبي. امي اللي صار معها بسببي، انا لازم روح ولاقيها. واقف عندك، ما بيكفي هالمشاكل اللي جبت لنا اياها، بدك ايانا ندور عليك؟ يلا فوت لجوا ولا تخليني اعصب. يلا سينان وقف سينان وقف كوكسال، الله يخليك وقف، اتركه للولد، اتركه بحاله. انت حبست سيفدا بالبيت، قامت هربت، وهلأ بدك تحبس سينان بالبيت وأكيد رح يهرب. جبتي المي بنتي؟ ايه جبتها بابا. اعملي يلي بقلك عليه. تمام. علي أنا آسفة كتير، أنا سمعتكن وأنتو عم تحكوا مع بعض، ما كنت بعرف إنه ابنك مقتول. لو كنت بعرف ما كنت قلت يلي قلته أبدا. أنا آسفة كتير. ما في داعي تتأسفي. طيب بنتي سيفدا لا تضايقي حالك، هلا نطفي الجرح منيح ليروح الدم. انا نطفه؟ طبعا انتي. تمام. عم تتوجع؟ شو صار معك؟ لقيته أويغار؟ أه؟ شو لقيته؟ أنت كأنه عقلك بيوقف أحياناً. الرجال هرب من بين إيدينا وهو بالعتمة، وساوى الإشارة الحمراء خضرة ما شفته؟ معقولة بعد هاد تجي تدور عليه هيك ببيته؟ ابني ليك هالرجال داهية ما رح يجي على البيت. هاد كان إله رفيق بالحارة وانزعج كتير لأنه ضربناه. ليك إذا لقينا هالرجال يمكن ياخدنا لعند علي. نستنى ليطلع الضو بكرة ومندور عليه على رواق، شو رأيك؟ هذا شو عم يعمل هون كمان؟ توجي أها سيد أويغار، شو عم تعمل هون؟ في أخبار عن سيفدا؟ لا، أكيد ما رح أعرف أكتر منك، أنت آخر واحد شفته. شو القصة؟ ليكي توجي، إذا بتعرفي مصلحتي حتاخدي مبلغ بحياتك محلمتي تشوفي، بس إذا كنت بتعرفي وين سيفدا وعم تخبيها. ما بعرف وين سيد أويغار، بعدين معرفة واحد مثلك هو شي بتتمناك المرة. سيفدا يمكن ما تكون وعيانة للقصة، بس أنا متأكدة إنها رح تفهم عن قريب كتير. ليش ما بتتصلي فيها وبتعرفي وينها؟ اتصلت فيها وسألت عنا الخالة خيرية كمان، بس ما ردت على تليفونها. طيب قلي لي لشوف، علي كان عنده رفيق اسمين وباين عليه مجنون، بتعرفي شو اسمه؟ هدى فيردي؟ ايه مزبوط هذا هو. وين بيته؟ يلي بعرفه انه ما عنده بيت وبيضل بيتنقل. ها سمعت شو قالت الآن سيمو؟ هذا الزلمة ما عنده بيت،
يعني ما حنقدر نلاقيه اليوم. يلا مستأذن منكم، تصبحوا على خير. شكرا لك. أويغار، منشوف قرايبين حبيبتك؟ هالبنت ما عندها عيلة؟ أكيد رح تخبرهم عن مكانها. اتصلت فيهم بس ما بيعرفوا عنا شي بنوب. كيف ما بيعرفوا؟ شو معقول البنت ما اتصلت بأمها وأبوها؟ لك بركي كانوا بيعرفوا وعم يخبوا عنك. ليش بدهم يخبوا عني هالموضوع؟ بس من الأحسن نشوفهم ونستدرجهم بالكلام. يلا ابني علي، انت بخير مو هيك؟ انا بخير بابا، صرت احسن. انا برأيي انك تغير ثيابك لانه كلهم دم. اوعي موجودين جوا بنتي، فوتي جيبيهم لنشوف يلي بيناسبوا منهم. لا بابا طيب. لا مو انا اللي لازم غير، لانه كمان سيف ده اوعي ملوتين بالطين. وشو المشكلة ابني؟ في اواعي بنتي لساتني محتفظ فيهم بالغرفة. يلا بنتي. لا يسلموا ايديك. على شو يسلموا بنتي؟ اواعيكي كلياتهم طين. ليكي اذا ما عجبوكي لا تلبسي. يلا طلعي، بتلاقي الغرفة فوق. وينك؟ انتوا استنوا هون، رح حاكيهم وارجع. شكرا لك. هالحب غريب عجيب مو هيك معلم؟ طلع رجل اعمال مثل أويغار ساركايا يصير فيه هيك؟ يعني الحب منيح بس ماني فهمان شو قصة هاي البنت فيدات. أويغار عم يخبي شي عنها، بس شو هو؟ بشو عم تفكر؟ ما في شي هلأ، بس في أسئلة كتير براسي. سيد أويغار، كنت رح أتصل فيك من شوي، أنت كذبت علي. شو يلي عم تحكي؟ أي كذب؟ انت اللي خطفت سيف ده، وهداك الرجال كان عم ينقذها. سيف ده حاكت امه وقالت لها الحكي. انو رجال هاد يا كوكسال؟ كيف انقذها؟ ليش انت بتعرفه؟ منين بدي اعرفه؟ مين هو؟ حتى سيف ده ما بتعرفه. هذا واحد مجرم قاتل، مجرم هربان دبح مدري كم واحد بليلة وحده. بس غريب بشوف بالعتمة وغير اشارة المرور. بيشوف بالعتمة؟ ايه، ما بعرف كيف بيعملها بس هذا اللي شفته. شو اسمه هذا الرجال؟ فهمني انت شو بدك باسم هالرجال. علي. ليك كوكسال، علي ماله رجال طبيعي، هو متدرب تدريب منيح. بعدين هالرجال حتى بالعتمة بيشوف. انتبه منيح منه، إذا عملت غلطة واحدة بس كل عيلتك رح يقتلها بلحظة. لا مو معقول. شو يلي مو معقول؟ شو يلي مو معقول؟ ما سمعت شو قلت لك؟ هالرجال ماكينة قتل. ليك إذا كنت بتعرف مكان سيف ده اللي بسرعة قبل ما يفوت الأوان. الرجال اللي اسمه علي، ليش قتل هالرجال كلهم؟ أي رجال؟ أنت شو يلي عم تحكي؟ فهمني شو يلي بدك توصل له. قتلهم لأنه واحد مجنون.
لتكون انت بتعرف عنه شيء. وسيف ده خبرتك على التليفون وين مكانهم؟ لا. اذا قدرت تعرف وين بدي اياك تخبرني بسرعه. شو صار أويغار؟ ها؟ عرفت شي من عيلتها؟ هل أبوها ما بيعرفوا شي بنوب؟ خلينا نستنى لبكرة أويغار، وأنا بوعدك وعد شرف إذا أنت بتترك هاي الشغلة أنا ما رح أتركها، لأنه صار في مشكلة بيننا وبين هالرجال، مو هيك فيدات؟ مزبوط معلم. لك أنا رح فرجي له الزلمة شو مصير أي حدا بيتجرأ ويقرب علينا. رح فرجي للرجال العتمة هاد إنه يلي بيعتدي علي أو على أي حدا بيخصني بيولول بالعتمة، عم تفهم؟ يلا ماشي. يلا على راسي. يلا سار. لبق لك كتير. شكراً كتير. أواعي كمان صاروا جاهزين فوق. أنا تعبان، بلبسهم بعدين. بالمناسبة بنتو لبابا توغرول وينها؟ نحن تقريبا بنفس القياس. قصة طويلة بحكي لك ياها. يلا لازم تنامي وترتاحي، بابا توغرول جهز لك مكان. تمام، رح نام وانت نام كمان. سيف ده شو قالت لك عن هذا الرجال كمان؟ أي رجال؟ هداك الرجال اللي قالت لك إنه أنقذها. قالت لي إنه أنقذها وإنه هو رجال طيب، وقالت لي إنه انجرح مشانه. شو كمان؟ وكمان قالت لي إنه هالزلمة شيخ. قلتي شيخ؟ لا مو معقول، مو هو. لا لا كان عم يخربط طول الليل. بنتي ضليتي هون طول الوقت؟ شو ما نمتي أبدا؟ لا غفلت بس شوي وفقت، مو مشكلة ماني نعسانة. بابا توغرول علي ابنه مقتول، بس قلي وين مرته؟ الأفضل ما تسألي ولا أنا جاوبك. بنتي اعتبريها أنه ميتة كمان. ليش؟ بابا رجع يخربت. ليش؟ ليش؟ شو اللي كان بدك يا من ابني؟ اللي شو كان بدك من ابني؟ ولد صغير. طيب ليش ما قتلتوني انا؟ ليش؟ 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 علي. ليش؟ علي. علي في انت عم تشوف كابوس. علي. Thank you.
حرارته ارتفعت كتير. ابني علي، لازم ناخدك على المستشفى بسرعة، هون ما فينا نداويك. لا ما بدي مشفى بابا، أنا هلأ بحاكي هدى فيرتي ورح يجيب شو ما بتكون.